ننتقل إلى موضوع الإباضية ورأيهم في يوم الدرب. هل يمكن قول سعادة الشيخ الآن بأن خروج الثائرين على الخليفة عثمان بن عفان كان الاختيار الأول أو الاختبار الأول عفوا للفكر السياسي للمسلمين؟ هو لا شك الإباضية يؤيدون الثائرين على الخليفة عثمان، لأن الخليفة عثمان هو لا شك أنه يعني حدث منه ما حدث، كما يقول الشيخ سالمي. كلنا متفقون على وقوع الأحداث من خليفة عثمان، ولكن الآخرين عذروه والإباضية لم يعذروه. هذا الفرق بين الإباضية ومخالفيهم، بأن الإباضية لم يعذروا الخليفة عثمان في تجاوزاته التي حدثت منه، والآخرون عذروه بأدلة، منها أنه يعني صهر الرسول، ومنها أنه جابوا أحاديث في فضائله، يعني وتلك الأحاديث طبعا هي أشبه ما تكون بالخرافة أو لتمسك المنظومة الإسلامية العامة، منها أن عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم كاشف عن فخذه، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل هذا، وكان عنده أبو بكر وعنده عثمان يعني عمر، ولما جاء عثمان غطى فقال له: كيف يا رسول الله؟ قال: اني لا اني اني لا استحي من رجل تستحي منه الملائكه. طبعا هذا فيها تعريض بكر وعمر من ناحيه، وقد يكون هي الروايه امويه هذه لانها فيها تعريض بكر وعمر، وفي نفس الوقت يعني ايضا ما يمكن الرسول يكشف عن عورته، يعني قدام ابو بكر وقدام عمر. فهذه الروايات يعني غريبه، يعني روايات كثيره في الحقيقه في فضائل معاويه، كل الروايات الوارده في هذه الفضائل هي حقيقه موضوعه يعني نتيجة تحزبات سياسية. هنالك أحاديث رويت في فضائل، طبعا حتى في فضائل أبي بكر، في فضائل عمر، أحيانا كثير من الروايات أيضا وضعت ردة فعل. بل وضعوا سعادة الشيخ بعض التنظير لهذه الأمور، أنهم يقتطعون من الرواية، هكذا اقتطع من الرواية ما شئت ولا تزد. فأحيانا يعني يغلب الجانب العاطفي. مثلا في روايات تقول لك على أنه على معاوية، ان معاويه معرف مني وما اعرف ايش، ويزاحمني على ابواب الجنه. يعقل ان معاويه يزاحم النبي صلى الله عليه وسلم على ابواب الجنه؟ وبعدين دخل عليه وكان جالس عند ام حبيبه اخته، فقال: اتحبين معاويه؟ قالت: نعم ايوه يا رسول الله. قال: نبا انا احبه، وجبريل وميكائيل يحبوه، وان الله تعالى يحبه اكثر ما يحب جبريل وميكائيل. هذه الروايات موجوده، يعني هل الواحد يصدقها؟ يعني ما ممكن، يعني طبعا هذا الكلام. فمعظم يعني فوضعت الاحاديث في الفضائل هذه نوع من يعني من ايش؟ من مو نسميه يعني من التعاضد السياسي، الدفاع عن معاويه، حاجه سياسيه عن معاويه او عن علي او عثمان او ابو عمر او بكر. كثير من الاحاديث في الحقيقه دخلت في هذا الموضوع. تفضلت سعاده الشيخ بان الاباضه لم يقبلوا او لم يعذروا عثمان بن عفان، فماذا حكموا عليه؟ يعني نجد نصا طبعا في بيان الشرع على سبيل المثال يقول: اجمع المسلمون على قتل عثمان، يقصد به الإباضية. لا، هو أجمع المسلمون في ذاك الوقت، المسلمون في وقته على قتله. إيه، لأن هم قتلوا عثمان، الإباضية مصوبون، لكن هناك قتلهم من اللي أنكر قتل عثمان؟ ما حد أنكر، يعني الصحابة كانوا موجودين، يعني والجيوش الإسلامية كانت تفتتح شرق الدنيا وغربها، يعني وعثمان بن عفان حوصر على أوسط الأقوال شهر، منهم من يقول شهرين، منهم يقول 20 يوم. خلي أصغر، هل يعقل يحاصر خليفة المسلمين والجيوش الإسلام والجيش الإسلامي يفتتح الدنيا شرقا وغربا؟ هل كان معاوية متواطي في هذا الأمر سعادة الشيخ؟ والله في روايات تقول لك إن معاوية متواطي لكي يستعجل الأمر، لأن رأى طالما أن عثمان في الخلافة لا يمكن أن يستقل بالشام، ولكن عندما يدبر هذا الأمر من حقه المطالبة حسب ما هو يرى. فهذا كثير من المعاصرين يرون هذا الرأي ويحللون هذا التحليل.